أخاطب الشعب الأمريكي. ليست إيران من أقام قواعد عسكرية على امتداد حدودكم، وليست إيران من فرضت جزاءات عليكم وعقدت علاقاتكم التجارية من العالم. ليست إيران من يمنعكم من الحصول على الدواء، ولم تكن إيران هي التي قيدت قدراتكم على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي. ونحن لم نستهدف قادتكم العسكريين، بل إن الولايات المتحدة هي التي اغتالت القائد العسكري الإيراني المقر في مطار بغداد. إن رسالتي إلى جميع الدول التي تتبع استراتيجية مضادة تجاه إيران هي أن تتعلم دروسا من التاريخ. لدينا الفرصة لتجاوز هذه الحدود والدخول في عصر جديد، وسيبدأ هذا العصر وهذه الحقبة بالاعتراف بمخاوف إيران الأمنية والتعاون بشأن التحديات المتبادلة. إن الجزاءات مدمرة، وهي أسلحة مدمرة للاقتصاد ولشله. الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية هو أحد أكثر العواقب إيلاما للجزاءات، مما يعرض حياة الآلاف من الأبرياء للخطر. وهذا التدبير ليس انتهاكا صارخا فقط لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا جريمة بحق الإنسانية. وأمتنا أظهرت صمودا ومنعة في مواجهة العديد من الصعوبات التي تسببت بها الجزاءات على مر السنين. على الرغم من الجروح التي تسببت بها هذه الجزاءات عميقة في مجتمعنا، إلا أن مواجهة هذه التجارب المريرة حولتنا إلى أمة أقوى لديها عزيمة لا تتزعزع وثقة بالنفس. ومن أجل بناء عالم أفضل في المستقبل، فإن إيران تقف على هبة الاستعداد لتعزيز شراكات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية هادفة مع القوى العالمية وجيرانها على أساس التكافؤ. إن الرد المناسب على هذه الرسالة من إيران ليس بفرض المزيد من الجزاءات، بل الوفاء بالتزامات قائمة ورفع الجزاءات، مما يعود بالنفع على الشعب الإيراني، وبالتالي يرسي أساسا للمزيد من الاتفاقات البناءة. وأمل أن تلقى هذه الرسالة من إيران آذانا صاغية اليوم. أشكركم شكرا جزيلا سيدي الرئيس.